شوفي هنا اللي يحكمك نحيك الجلده. ما شوفي ما يعرفوا رمضان، ما يخافوا ربي، ما والو. لي بري الناس تهدر هكذا خاطر ما يشتي كيما نقولوا، بالك ما يشتي تروح للمارشي، بالك ما على باليش. انت تقول حبطوا، بصح انا نشوف كلش طالع، كلش طالع ما كاش. لكن دوك رحم بابك انت التفاح تاع بلادنا تشوفوا انت ب 90000 70000. لي بري بالنسبه للنهارات الاولى تاع رمضان ولا لا بريمير سيمين تاع رمضان ماشي كيف كيما دركا، سي فري هابطوا شويه باسكو القدره الشرائيه نقصت شويه. المواطن ثاني كيما ولا ما ينجمش يشري كيما الطماطم، كان دير 16000 17000 ولا دير 10000 9000 ماكسيموم هنا في الجزائر 12000. كاين البطاطا بون راهي بين 6000 و 8000، نقولوا 6000 صعبة شويه. لي بخي مازالوا معليين يا اختي، مازال كي تروحي للمارشي تعرفي ولا حفطوا ولا ما حفطوش. لا اختي العزيزه راهي النار تشعل، ما والو ما حفط، كلش غالي. لبس الله كي شتي سومتو شحال حصل، كلش غالي. حبطوا ما والو، تعالى راهي نار تشعل ما كاين والو. باينه بلي ما ولا المواطن ما يقدرش على المعيشه. بون فيما يخص الاسعار في الاونه الاخيره شهدت انخفاض معتبر في بعض المواد وبقاء الحال على بعض المواد الاخرى، هذا يؤثر على المستوى المعيشي حاجه ايجابيه بالنسبه للمواطن حسب رايي، الا ان البصل يبقى سيد الموقف فلم يشهد اي انخفاض لكونه في زياده مستمر، وهذا لأسباب لا نعلمها يمكن لندرته أو لأسباب أخرى أو لفسادها وعدم إمكانية تخزين هذه ما على بلش بها.